سلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة التاسعة من العام 2021. الحلقة خاصة برحيل رمزين بارزين في حركتنا التحررية على مستوى المنطقة والعالم، رمزان لهما مكانة استثنائية في تجربتهما التاريخية، لنقرأ لنحلل معنى هذه الظواهر التاريخية، الأبعاد التي تحملها الرمزيات في حركة الشعوب، نستنتج ونستخلص منها مهام نبني ونؤسس عليها قراءة بعيدة عن مجرد التعبير عن مشاعر الحزن. صحيح أن الحلقة هذه هي نوع من الوفاء لسيرة هذين الصديقين الحبيبين، لكن هي في هدفها أبعد من ذلك، هي في هدفها محاولة للفهم كيف يمكن أن تنشأ الظواهر التاريخية بين الأفراد، الأدوار التي يمكن أن يتحمل مسؤوليتها هؤلاء، السياق الذي يحولهم إلى أيقونات في حركة شعوبهم، واستطراداً المسؤوليات التي تلقيها هذه القراءة على عاتق كل الذين يمكن أن يكونوا قد هيئوا أو هم في أعمار وفي أدوار تتيح لهم أن يهيئوا أنفسهم للعب أدوار تاريخية فاعلة حاسمة استنادا إلى هذه القراءة وهذه الصيورة. أبدأ طبعا بمقدمة تاريخية لا علاقة لها بالأفراد. المقدمة التاريخية تنطلق من المكانة بليغة الخطورة التي يحتلها تاريخان مفصليان في حياة أمتنا ومنطقتنا. وطبعاً أنا لما استعمل يعني كلمة أمتنا يمكن البعض لا يشاركني هذا المفهوم العلمي الجديد الخاص بي، أنا أعتبر أن الأمم تكامل يعني وليس التنافس، يعني البعض يعتبر أن الأمة العربية هي الكيان، وأن من يقول بأمة سورية فهو مخالف، أو من يقول بأمة إسلامية فهو مخالف. أنا أقول الأمم تكامل، يعني وهذا راح أشرح بسياق الحركة التاريخية، لأن الحركة القومية شيء ومفهوم الأمة كمان هو سياق تطوري. معلش لو بلشت فيها، الأمة ككيان واحد له يعني سياق تاريخي وجغرافي واحد، مبحث علمي، لكن هذا المبحث العلمي ليس جمادا، يعني ليس ما هو صحيح فيه قبل 100 عام صحيح فيه بعد 100 عام، لسبب بسيط، لأن تطور وسائل التواصل بين الشعوب والمساحات التي تغيرها في العلاقات بين المكونات تسمح بنشوء مفهوم جديد للأمة. مثلا لما نقول أمة إسلامية، رح بلش من الأبعد إلى الأقرب، أمة إسلامية بزمن الاقتصاد الافتراضي والسياسة الافتراضية، بمعنى الاقتصاد القائم على الحسابات ليست المرتبطة مباشرة بالأصول الثابتة، بس هذا الاقتصاد الافتراضي يحكم العالم، اقتصاد البورصات، الإعلام الافتراضي، إعلام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل يحكم العالم، يعني صحيح هو ليس مبنيا على أصول ثابتة، يعني على محطة تلفزيون وكاميرات واستوديوات أو على جريدة ومطبعة ومحررين وموظفين ومنتظمين ومتابعين وملاحقين، لكنه الآن مش يضاهي أو ينافس، هو يتقدم. يعني الدولة الافتراضية بمعنى ما أمريكا قدمت نفسها دولة افتراضية للعالم كله، أن ثقافتها هي الثقافة العالمية، مطبخها هو المطبخ العالمي، مشروباتها بيبسي كولا كوكا كولا هي المشروبات العالمية، ملابسها الجينز هي الملبوسات العالمية، أدبها مسرحها أفلامها أغانيها فنها تقنياتها وصولا إلى سياساتها، فبالتالي هي بهذا المعنى دولة افتراضية للعالم، هي دولة واقعية للأمريكيين لكنها دولة افتراضية للعالم. لماذا إذا نقبل هذا في التحليل وفي الفكر، ولا نقبل أن الأمة الإسلامية بما هي هذا الجمع البشري الذي يحمل ميراثا واحدا تراثا واحدا تقاليدا متشابكة، لأنه مع
قومياته الأصلية تطلق خلطة من تراث الإسلامي والتقاليد الإسلامية وتقاليد كل أمة منفصلة، يعني العرب شيء، الأتراك شيء، الفرس شيء، لكن في شيء مشترك بيناتهم هذا ما حدا في يستطيع تجاهله وإنكاره. وبالتالي مع قضية واحدة اسمها فلسطين واسمها القدس، منطقي وطبيعي أن نعتبر أن مفهوم أمة إسلامية هو مفهوم تقدمي، لأنه يشرك في حركة النضال من أجل فلسطين ملايين بل مئات الملايين من البشر الذين تستبعدهم فكرة أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية. نقطة على السطر، لا، هي قضية مركزية للأمة العربية، للأمة العربية ما بتسقط عندما نعتمد مفهوم الأمة الإسلامية، هي في موقع القلب من هذه الأمة الإسلامية لأنها المجموعة البشرية الأكثر تجانسا التي تنطق بلغة القرآن والتي تجمعها جغرافيا متصلة. طيب الأمة العربية لا تسقط الأمة السورية لأن الأمة السورية هي في مكانة القلب القلب، لأنها هي المجموعة الأكثر تماسكا التي نهضت على أكتافها أغلب ما عم نقول كل أغلب الإنجازات التاريخية التي تشكلت في سياقها الأمة العربية، منها الإمبراطورية الأموية، منها تاريخ الشام مع الديانات، منها تاريخ الشام الحضاري مع اللغات، منها 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 منها. فالأمة السورية هي الجنين الذي نما وأصبح أمة عربية، والأمة العربية هي القلب الذي ضخ الدماء فتشكلت من حوله هذه الشرايين العنكبوتية ليتشكل فضاء اسمه الأمة الإسلامية. بهذا المعنى أنا أقول إذا بمفهوم الأمة، الأمم لما بتمر بتاريخها محطات فاصلة، في محطات خطرة، هذه المحطات الخطرة درجة خطورتها بترتب ردود أفعال لدى كائنين لهما أرواح حيين يتفاعلان يبدوان جمادا. شو هن؟ التاريخ والجغرافيا. البعض ممكن يستغرب شو كيف التاريخ والجغرافيا؟ نعم، تاريخ كائن حي والجغرافيا كائن حي. الاعتداء المبالغ به والمفرط والعدواني الوحشي على التاريخ والجغرافيا ما بمر هيك مرور السلام، يعني مرور الكرام، هو ليس كريما اصلا، هو لئيم هذا العدوان. يعني مثل اللي بيفترض انه النهر بلا روح، لا، النهر بروح، كائن حي النهر. هلا بيجي حدا بيقرر انه بده يحفر بير غائره في مسار النهر وانه بيروح النهر، لا، النهر ما بيروح، يتغلب على هذه البئر، يعمل سد جبل، يتغلب، يثقبه، ما بينطر لحتى يملأ المسافه حتى القمه ثم يتدفق، يثقب الجبل. اللي بيفكروا انه بيفجروا النبع فبيغور، نعم قد يغور لكنه سينفجر من مكان اخر لانه روح حيه، وبالتالي هو سيبحث عن منطقة مضعضعة وينفجر من خلالها أكثر تدفقا مما كان عليه في مسربه الأول. طيب لما في تاريخين لهم علاقة بوعد بلفور وبسايكس بيكو اللي ما عادوا حبر عورق، اللي تحولوا إلى تفكيك وتفتيت المنطقة ورسم كيانات منفصلة فيها بينما هي روح واحدة، هذا مش مزح، مش مزح أنه أنت تجي لهذا الجسم الواحد تعطي هاي الرئة للرأس وهي الرئة للأسفل وتقول هذا الجسم رح يعيش هيك، ما في يعيش هيك، بده يبقى يناضل يقاتل حتى يستند وحده وإلا بيموت. والأمم العريقة لا تموت، يعني اللي مراهن على أنه هذا الفعل التعسفي المعادي للجغرافيا المعادي للتاريخ، تاريخ هو بغرز هذا الكيان الصهيوني، جي روح جمع مستوطنين من أنحاء الدنيا وعمل لهم قضية ولفق لهم تاريخ ولفق لهم أسطورة خرافية وسلموا جزء من الجغرافيا، لها وظيفة الخنجر الباقي في كبد هذا الجسد. شو بدي بالتفه والأغبياء اللي بيعتبروا ما خصنا بفلسطين وما بتعنينا فلسطين؟ هذا الخنجر المسموم في كبد هذا الجسد الشامي العربي الإسلامي، يعني الشامي بقصد مفهوم الأمة السورية، هذا الخنجر له مثل اي خنجر، مثل اي انت اذا شوكي بتحطها باصبعك جسمك كله بيعتل. طيب هذا خنجر مستمر، قطعا سينتفض هذا الجسد باشكال لا نفهمها وربما لا نستطيع تفسيرها،
لكن هو سيعبر عن ذاته. وهلأ بالسياق يبين معنى كيف يعبر عن ذاته. حدا بيقدر ينكر هيك بالتفكير المجرد للتاريخ انه هذان الحدثان الخطيران اللي تأسسوا على سايكس بيكو وعلى وعد بلفور، يعني نشأة الكيان الصهيوني وتقسيم المنطقة، حدا بيقدر ينكر انه هول لما تبلوروا بأواخر أربعينات القرن الماضي 48 و47 و49 مع الاستقلالات ومع الكيانات ومع ولادة كيان الاغتصاب في فلسطين، 52 اجت ثورة جمال عبد الناصر، شو هي؟ هي هذا الجواب من التاريخ والجغرافيا بالمنطقة الأشد عمقا في اختزان التاريخ والجغرافيا اللي اسمها مصر، الكيان الأكبر في الأمة، ليحمل هو الجواب اللي ترجم ذاته بحرب 56 حضورا وقوة وانتصار، ترجم حاله بتأميم القناة، واشتغلت الدنيا كلها عليه لإسقاطه. اجت حرب 67 لتدمير هذا الرد التاريخي والجغرافي وإعادة القيمة والاعتبار والسيادة واليد العليا لهذين الحدثين الخطيرين، سايكس بيكو بلفور، نشأة كيان الاغتصاب لفلسطين وحمايته وتجذيره وترسيخه وترسيخ الانقسام. أسقطت تجربة الوحدة بين سوريا ومصر، يلا نحن يعني بأيامها في ذكراها، وأسقطت تجربة عبد الناصر وهزمت الجيوش العربية، المفروض تأبد كل شيء. وبالسبعين رحل جمال عبد الناصر. ما طال الزمن حتى يأتي الرد. في ردين بينوا عنا فورا. الرد الأول هو بولادة ظاهرة، انسوا فتح وانسوا تفاصيلها، وين صار أبو عمار وشو قال أبو عمار، وين صار أبو مازن وشو قال أبو مازن، وانسوا مين بحب أبو جهاد ومين ما بحب أبو جهاد، ومين بيقول كان متميزا ومين بيقول ما، مش هذا كله تفصيل. هذه الانتفاضة الشعبية العربية المسلحة، فتح لم تكن في بداياتها، أو الثورة الفلسطينية كما كان يقول جمال عبد الناصر، لم تكن الثورة الفلسطينية إلا الجواب الذي قدمه التاريخ والجغرافيا على المشروع الكاسح الذي نجح بتدمير تجربة عبد الناصر وتدمير الجيوش العربية معها. ليش بيني حدا من أحرار العرب مصر جزء من الثورة الفلسطينية؟ عمان، حرب المواجهة في عمان، حرب ظفار، مين كانوا فيها؟ الجبهة الشعبية كانت هناك، يعني كان اسمها بالأول حركة القومية العرب، ثم صارت الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية بعمان، والجبهة الشعبية بالبحرين، والجبهة كلها فروع من أصل واحد اسمه هذا الرد الشعبي التاريخي والجغرافي على مشروع تأبيد التقسيم للمنطقة وتأبيد وجود كيان الاغتصاب. رد عليه أنه الجيوش غير قادرة، الحكومات والأنظمة غير قادرة، الشعب قادر، وخرج الشعب مسلحا. بأي ثوب؟ بالثوب الذي يرمز إليه المعنى فلسطيني أنا كحد السيف والمنجل، مش فلسطيني بالهوية المختومة. كانت الأمة كلها فلسطينية في تلك الأيام. كم من الأردنيين وكم من العراقيين وكم من المصريين وكم من الجزائريين وكم من المغاربة واللبنانيين والسوريين، ولا صاروا شو في ثوب فلسطيني واحد. هم ذكروا معي هذا المحور المفصلي. اجت 67، اجت 70، الرد وين كان؟ هون أنا عم منتج المنصة التي يقدم فيها التاريخيون بين مزدوجين، يعني الأفراد التاريخيين أدوارهم البطولية. إجا أنيس نقاش وين؟ ببيينا، بخطف وزراء النفط في أوبك لإطلاق القنبلة الضوئية اللي اسمها القضية الفلسطينية لن تموت. 73 حرب تشرين قبل. شو حرب تشرين؟ هي الرد التاريخي اللي بيقول لا، الجيوش لم تدمر ولم تفشل ولم تسقط، والجيوش قادرة على أن تهز كيان الاحتلال وركائز كيان الاحتلال. وبس نقول حرب تشرين، نقول حافظ الأسد، نقول هذه القامة العملاقة. حافظ الأسد سنة 70 من فراغ، هون عم بحكي على رمزيات التاريخ،
بالسبعين بيرحل جمال عبد الناصر لأيلول، بستطعش تشرين بيكون حافظ الأسد عامل الحركة التصحيحية. شو مضمون اللي كتبه أصلا في نعي جمال عبد الناصر؟ وكل من كان حول حافظ الأسد عن قرب رحمه الله يقول إنه جمال إنه حافظ الأسد كان موعد مقرر هو ذكرى ثورة البعث من آذار. هو قرب الموعد لرحيل جمال عبد الناصر، خلاص وقع الفتل على كتفيه، ما عاد في إمكانية تأخير وانتظار. وهو الذي كتب في جمال عبد الناصر: رحل الذي كنا نأوي إليه في خيباتنا ليمنع تحولها هزائم للأمة، ونذهب إليه بإنجازاتنا ليحولها انتصارات للأمة. طيب راح هذا، فإذا عليك أنت أن تكون. فكان كان كانت حرب تشرين. طيب منصة اسمها حرب تشرين مثل منصة اسمها ثورة الأمة تحت عنوان فلسطين باسم الثورة الفلسطينية. منصة ثورة الأمة أنجبت هذا الفارس اللي اسمه نسيب أنيس نقاش. منصة حرب تشرين برزت فيها أسماء لعمالقة من الضباط المصريين والسوريين، سعد الدين الشاذلي، يعني بل ما حتى لا نؤمن أحدا حقه، من السوريين ومن المصريين بصورة خاصة، عشرات الأسماء اللي صنعت بطولات ومعجزات. من هذه الأسماء كان بهجت سليمان اللي كان قائد سرية دبابات على القسم الشمالي من الجبهة، يعني جهة جبل الشيخ، القسم الأصعب والأعقد، وكتب صفحات بطولته كمشروع شهيد مثل ما أنيس نقاش كتب صفحات بطولته كمشروع شهيد في فيينا. طيب فإذا هم من الصدين بيعبروا عن نبض أمة، بيعطوا فرص للأفراد، وهو مش صناع قرار، يعني هو رجال النسق الثاني لكن يلعبون أدوار الصف الأول. الصف الأول كان واضح أنه في الصف الأول اهتزت الأمة فأنجبت حافظ الأسد ليحمل الشعلة التي أريد لها أن تنطفئ مع سقوط جمال عبد الناصر. كملت المسيرة وحافظ الأسد شكل هذا السد المنيع أمام الانهيار وصنع الإنجاز الكبير في حرب تشرين، ومعه طبعا الجيشين المصري والسوري يعني بكل رموزهم وقياداتهم. وهي المنصة أنتجت، أفرزت، سلطت الضوء على مكان لمعت فيه نجمة. هناك في فيينا لمعت نجمة سنة 89 أسقطت نتائج حرب تشرين مرة أخرى. هذا المشروع اللي بده يجذر إسرائيل ويجذر التقسيم شو بيعمل؟ بيترك حرب تشرين تقود الأمة؟ يعني تقول إن الجيوش تستطيع أن تقرر حربا وأن تخوضها وأن تنتصر فيها. من نص الحرب بلشت المؤامرة لإخراج الجيش المصري والاستفراد بالجيش السوري. ما لحقت خلصت الحرب كان السادات مرتب ومزبط متخذ على كامب ديفيد انه بلطوا البحر. ما كان يقول محمد حسنين هيكل: لا حرب بدون مصر لا سلام بدون سوريا. صار سقف الأمة هو لا سلام، انه اعلى شيء بتقدر تعمله بعد دخول مصر بكامب ديفيد انه ما تسالم، طالما ان سوريا لا تسالم ما حدا في يعمل سلام. اما الحرب فما عاد فيها تعمل حرب لان مصر اخرجت. هذا رد المشروع اللي مبلش من سايكس بيكو من وعد بالفور، اخذ مصر الى كامب ديفيد، كيف بدها ترد الأمة؟ هون انا بقول مفهوم الأمة الإسلامية بصير له معنى. جاء الرد في ايران انه انتوا اخذتوا مصر ناخذ ايران. مين اللي عم بيقول هيك؟ الأمة. حدا يفسر لي اياها بشكل اخر، حدا يفسر لي معنى هذا التزامن بين كامب ديفيد وبين الثورة الإيرانية. لأن عبء التاريخ والجغرافيا هي مثل الأوعية المتصلة، أنت عم تضغط بطريقة عدوانية تعسفية عكس الطبيعة عكس التاريخ عكس الجغرافيا على مكان حساس وذو ثقل وأهمية اسمه مصر. بده ينفجر بمحل تاني. انفجرت الثورة في إيران وانتصرت وأسقطت نظام الشاه. مبارك عليكم نظام السادات، مبارك علينا انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذا الانتصار لاقى حاكى هذا الوجدان الجمعي، رجع بيّن أنيس نقاش بباريس بمحاولة اغتيال شهرور بختيار ليقول شكرا باسم ثورة الشعب العربي التي لبست ثوب فلسطين، شكرا إيران لأنك أنزلت علم إسرائيل ورفعت علم فلسطين. هذا معنى مشاركة أنيس نقاش في العملية، بغض النظر هو كيف ترجمها بوعيه بفهمه بقراءته بنصه. أنا عم بقرأ
بالعين التاريخية ماذا يعني هذا؟ مثله إيش الرد؟ شو هو الرد؟ حرب العراق على إيران، الرد الأهم هو اجتياح إسرائيل عام 82، أنه نكسر ظهر أي فرضية لتقدم إيران باتجاه فلسطين. كيف؟ بأن نكسر سوريا وننهي الثورة الفلسطينية، هي الشعلة المتقدة اللي رغم كل الغبار الذي أحاط بها ما يخدم من بيروت نقطة انطلاق. ندمر بيروت، نحتل بيروت، نقيم نظام يوقع سلام مع إسرائيل على طريقة كامب ديفيد، ونضع الشام تحت التهديد. وين المفصل الحاسم اللي عليه بنى انتصار المقاومة؟ كثير لازم ننتبه هون علاقة التاريخ بالجغرافيا. بالجغرافيا شو اللي خربط كل هذه المعادلة؟ بيكتبها إيهودا براك بال87 لما بيقول انه نحن انسحاباتنا الجزئية المتلاحقة هي تعبير عن قرار ضمني لا نجرؤ على اعلانه بالانسحاب الشامل لسبب بسيط، هو اننا عام 82 فشلنا في السيطرة على طريق بيروت دمشق. هني سيطروا عليها بالنار من يسيطروا عليها بالنار بمعركة عين سحلقة، منعوا من التقدم بحرب دبابات مش بشيء تاني، راحوا من منطقة البقاع الغربي مندفعين باتجاه طريق المصنع، وإذا وصلوا إلى هناك صارت الشام تحت النار. في تلك اللحظة أصدر الرئيس حافظ الأسد أمره للقوات بالتقدم. كانت تطلع كتيبة الدبابات، تعرفوا كتائب الدبابات بتطلع على شاحنات بنقلوها لتصير على أرض المعركة، تدمر قبل ما توصل، معروفة مجازر الدبابات اللي صارت على تلك الطرقات. أصدر الأمر للواء دبابات يقوده هذه المرة المقدم بهجت سليمان، اللي كان قائد سرية الدبابات كملازم أول أو نقيب في حرب تشرين. هالمرة المقدم بهجت سليمان قائد لواء مدرعات بحمص للتقدم. يدرك الذي حدث في الميدان فيقرر أن يتحرك بقواته، يستأذن القيادة الأعلى رئاسة الأركان أن يتقدم كما يقال على الإسفلت، يعني الدبابة بدورها من أرضها من معسكرها ما بيحملها على شاحنة وبتمشي على السفل ماشي 80 كيلومتر بالساعة لتوصل. دمرت معه سرية من هذا اللواء وبقي وتموضع على التلال على الجبال، وخاض معركة دبابات لمدة 6 أيام منعت التقدم الإسرائيلي، حمت أمن دمشق، حمت طريق دمشق بيروت اللي كان طريق إمداد المقاومة لاحقا واللي سمح بانتصار الجبل واللي أسس لانتفاضة الضاحية واللي أسس لانتصار انتفاضة 6 شباط واستطرادا لإسقاط 17 أيار ولكسر قرار فيليب حبيب بخروج سوريا من بيروت التي عادت إليها عام 87. منصة أطل منها أنيس بقاش عام 80 باسم الشعب العربي الفلسطيني يقول شكرا إيران ويشبك، وبتبطل إيران مجرد ثورة برانية في بلد آخر تساند أو تؤمن بالقضية الفلسطينية، بتصير هي القاعدة والقلعة العميقة. رئيس حافظ الأسد في علاقته بإيران خلص كانت هذه الرمزية كافية لتقول إن مرحلة جديدة من التاريخ قد بدأت. إجا الاجتياح الإسرائيلي، ظهر نجم بهجت سليمان مرة أخرى هون. وطبعا بالمناسبة كثير ملفت انه كان عمره أنيس 24 لما عمل عملية فيينا بال 75، كان عمره بهجت سليمان 24 لما خاض حرب 73، هني بيناتهم هالسنتين وصاروا معكوسين بال 80 82، يعني أنيس بال 80 بهجت بال 82 العملية الثانية او الإضاءة الثانية. وبعدها طبعا أنيس بيه بالسجن 10 سنين، لكن كمان بعد 82 10 سنوات من مثل ما بيقولوا المخاض داخل سوريا، رجع بين أنيس في طهران في بيروت مع المقاومة مع الحرس الثوري مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وبهجت سليمان في دمشق في مركز الأمن والسياسة والدبلوماسية وإلى جانب الدكتور بشار من 94 وطالع في مركز الأمن الداخلي الممسك بمفاصل سياسية كثيرة كمفكر كمثقف. اثنين هذا 10 سنين وهذا 10 سنين ما خلوا كتاب يعتب عليهم. هون انت لما بتضيء منصة أمامك بدك بطولة وشجاعة لتستثمرها.
لكن لتتحول الى رمز تاريخي بدك ثقافه. هلا في ناس بيأدوا ادوار تاريخيه لكن ما بيقدروا يعطوا ما يجب للعلم للثقافه وبينتهوا عند حدود انهم ادوا ادوار تاريخيه وخلص بصيروا جزء من الذكريات الجيده. هذا مش ما بيدينهم ابدا، هم جزء من ذاكره الامه المشرقه لكن ليسوا ابطالها التاريخيين. الابطال التاريخيين اللي هن مش على راس مؤسسه مقاتله منظمه مثل ما نحكي عن الجمهوريه الاسلاميه في ايران، عن الدوله السوريه، عن حزب الله، هاي مؤسسات عملاقه هي التي تحمل على اكتافها. نحن عم نحكي عن ادوار لافراد يستطيعون ان يؤدوا وظائف مميزة استثنائية من نخوتهم، من شهامتهم، من إقدامهم، من إحساسهم التاريخي، ليقولوا للمثقفين والنخب المستقلة غير المنضوية غير المؤطرة أنتم لستم مجرد مصفقين، لستم مجرد متفرجين، إلا إذا تكاسلتم، إلا إذا تخليتم، إلا إذا جبنتم، لكن بمستطاعكم أن تلعبوا أدوارا تاريخية. وإلا شو بده يخلي؟ هون نبلش نقرأ بالظاهرتين. أنا اثنين أصدقاء أفتخر بصداقتي معهم. قديش قراءات أنيس نقاش لا تعد ولا تحصى. قديش قراءات اللواء بهجت أكثر وأوسع مدى. بيحكيك عن سقراط بتقول هذا متخصص بالفلسفة اليونانية. بيحكيك عن ابن عربي بتقول متخصص بالفلسفة الإسلامية. بيحكيك في الاقتصاد بتكتشف إنه ماخذ دكتوراه في الاقتصاد. بيحكيك في الأدب والشعر بتقول كيف قادر يحفظ هالألف بيت. بيحكيك في الدين بتقول علامة فقيه. أنا كياما كنت أروح لعنده بالتسعينات وشوف أبرز مشايخ سوريا مجتمعين عنده وهو اللي عم يحكي تحليل وتفسير واستقراء المعاني الضمنية للآيات والأحاديث وهذا الحديث مسند وهذا غير مسند ويستمع ويصغي إليه والمشايخ يقولوا عم منين هذا جايب كل العلم؟ من كان يجرؤ اصلا على مجادلته في خطا في قضيه ذات بعد ديني؟ ان كان سني وان كان شيعي وان كان شو ما كان. الانيس موسوعه. طيب هم موسوعتين ظهروا من بطولات. وين راحوا صرفوها؟ ليعملوا امتيازات؟ على كل حال كيف بنعرف؟ بنعرف من اجابه عن ثلاث اسئله. السؤال الاول محبه الناس، الناس ما بيضيع عليها شيء على فكره. البلا اخلاق ما بيقدر المتشوف المتعالي المتعجرف السلطوي ما مستحيل الناس تحبه. البخيل غير الخدوم طيب والفرق طبعا هون هو لصالح اللواء بهجت لانه هو كان في السلطه وفي مركز مهم وفعال وحساس واسمه امن يعني مكروه بالفطره. كيف قدرت تحبوا الناس؟ اثنين طيب شو الله جابه هذا وهذا؟ أنيس من بعد الذي أنجزه والعشر سنين حبس وعذاب اللي قضاها طبعا الله يرحمه الحاج عماد اعتبر قضيته بتكليف من الإمام الإمام الخميني الله يرحمه إنه الإفراج عن أنيس هذا البطل له دين على كل الأمة وافرج عن أنيس بمفاوضات وقت أصدر الرهائن ومن الرهائن وده بأواخر الثمانينات فخرج في التسعين. طيب وقتها قيل لأنيس أنت أديت ما يمكن أن يطلب من أحد أن يؤديه بمئة عام عمر عود شو بدك أصر لنعطيك ومال وعيش وهذا واللي بدك إياه ولما بيجي عبالك تحكي احكي ولما بيجي عبالك تكتب اكتب. هون مستحضر طبعا في السياق تجربة الشهيد سمير القنطار للاعتقال لمدة طويلة جعل منه عميدا للأسرة 30 سنة. طيب وطلع من الأسر وقيل له نفس الكلام روح عود بضيعتك بعباي بالجبل وشو بدك أسر بيت تجوز تجيب أولاد عود عيش حرس إلى آخره. المقاومة مدينة لك ليس مر. ما قبل حتى أنه يترشح انتخابات قال له أنا بدي أروح مع المقاتلين خرجت من فلسطين لأعود إليها. هون وطبعا سمير أنفق عمرا طويلا في القراءة والتعلم وفي مجاهدة النفس وفي بناء الذات وصقلها وتهذيبها نحو التواضع نحو. أنا كنت في مراسلات بيننا هو بالسجن بوسط الصليب الأحمر أيام ما كنت رئيس مجلس وطني للإعلام كنت أخجل من الطريقة التي يخاطبني فيها
هو هاللمعات التاريخية في نبض الأمة اللي بدها ترد، معتدى عليها الأمة. كيف بترد؟ بترد هيك، بترد بهذه القامات، مش بس بالنسق الأول من المواجهة الذي يمسك بالقرار والمؤسسات والمقدرات ويخوض الحروب ويحقق الإنجازات والانتصارات. ما بتصير خرسة الانتصارات، ما بتصير الإنجازات عمياء، بتصير ببشر المعيين استثنائيين، سواء كانوا في المؤسسات مثل الحاج قاسم البطل العظيم هذا الخارق، أو الذين هم، وهلأ هاو موضوعنا بهالحلقة حكينا عن الآخرين، موضوعنا بهالحلقة عم نحكي عن هول اللي جايين من برات المؤسسات في نسقهم الأخير، لأنه اللواء بهجت بعد ما عمل سفير في الأردن وعمل اللي عمله، صادق كل الشعب الأردني ومد رئتيه نحو فلسطين، وأنيس يعني ما خلى لا عراق لا سوريا لا لبنان لا فلسطين لا إيران، شبكة أخطبوطية مليونية من المحبين والمريدين والمؤيدين. فنعمل طيب، اللواء بهجت تقاعد، ترك السلك الدبلوماسي وتقاعد، مش بإرادته طبعا، هيك السنن يعني العمر، ومغادرته للسفارة في عمان بقرار من النظام الذي لم يتحمل انه كيف الاردن منخرط رسميا في الحلف المعادي لسوريا ونص الشعب الاردني بحج على السفارة، ما قدروا يتحملوا رغم كياسته ودبلوماسيته ومراعاته ومداراته، خلص وصلوا لمحل في قرار امريكي طويل عريض يا اخي يبعتوه على البيت ما سكروا السفارة. طيب تقاعد بعد كل هالعمر، ناس تفتش على التقاعد، عنده عيلته صار جد عنده أحفاد، إنه بيقعد عروة بالجمعتين بالثلاثة بالشهرين مرة، بيكتب له كلمة، بيعمل له تعليق، بيعمل له زيارة ليتصور على الكاميرا هو وحدا، هو من اليوم الأول قاعد شاغل على مدار 24 ساعة بيقرأ وبيكتب وبيجمع الأصدقاء والأحباء والهذا، لا ينشئ ماكينة قتالية في الساحة الإعلامية والسياسية والشعبية. أنيس مقضيها من الحرس للمقاومة للتلفزيونات لسوريا للعراق لهذا، يعبئ ويحشد وكل واحد طبعا راسم شعارات وصفوف واضحة لمعاركه، كيف بده يواجه التحديات كان واضح، كان واضح عند اللواء بهجت عنوان المعركة تحصين وتصليب البيئة السورية الملتفة حول سيادة الرئيس بشار الأسد، وكان واضح انه أنيس حاطط مهمة أولوية التشبيك بين دول المحور خصوصا لبنان سوريا العراق لتشكيل قاعدة اقتصادية صلبة تستطيع تحمل الضغوط وتقطع الطريق على مشروع التفجير الداخلي، والتقوا نص الطريق ومش بلاش خلوا مع بعض. هاي الرمزيات أنا أؤمن بأن لها معاني كبيرة، هي ليست فقط مجرد غيب، هاي مرحلة كاملة، هاي مرحلة 67-2021، هاي المرحلة هؤلاء هذان فارسان أصيلان من فرسانها. الرواية ما تمت كما قلت يا أنيس تماما، ينتهي الأفراد كحضور جسدي بينتهي معه الفصل، لكن في فصول أخرى سيكتبها آخرون، وهذا معنى أنه نحن لما نحيي قيم هؤلاء الكبار نحيي مناسباتهم، مش للتفجع، كلنا بدنا نموت وكلنا عنا أقارب وأهل وأمات وبيات وقرايبين وأصدقاء بدنا نخسرهم ونبكي ونزعل، خسرنا العماد وخسرنا القاسم وخسرنا الأنيس وخسرنا البهجة وسنخسر آخرين، وهي مسيرة الحياة، لكن مهم أن نؤسس ونبني استنتاجات وخلاصات. أهم هذه الاستنتاجات والخلاصات، أول واحد أنه لا يحق للأفراد الذين ليسوا جزءا من إطار، وآخر 10 سنين أو 5 سنين لا لواء بهجة ولا الأستاذ أنيس كانوا جزء من مؤسسات، لا يحق للذين ليسوا جزءا من مؤسسات أن يتذرعوا بذلك ليقولوا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا في الصراع. هذا جواب. 2، لا يحق للذين هم في مقتبل الحياة 20-22-25 أن يتوهموا أن ليست أمامهم فرص لصناعة بطولات فردية تجعلهم تحت الضوء الكاشف لينطلقوا منها ليس للغرور والتعالي والتعجرف والادعاء الفارغ والتافه،
بل ليصنع نجومية تستثمر بتواضعه بأخلاقه بتضحية بعرفان بضعف أمام القضية من أجل أن يتثقفوا أن يتعلموا أن يجلدوا ذاتهم ويجاهدوها حتى تسفو حتى تصقل كالسيف تصبح قاطعة في وجه الباطل مصالحة في وجه الحق ليصيروا فاعلين وأدوات وذوات فاعلة في صناعة التاريخ. ثلاثة لآتتهم هذه الفرصة وصنعوا منها نجومية كمان ما لهم حق يوظفوها في الأنا يتعلموا من هذه النماذج التاريخية المتفانية في القضية اللي كتير من تاريخها ما حدا بيعرفه ما حدا حيعرفه لأنه كان عملا بصمت لأنه ما كان همهم أنه ينقال فلان قال فلان عمل كان همهم أنه القول والعمل يخدم الفكرة وهي رسالة في كتير من بيناتنا بين شبابنا بين كهولنا بين الذين في منتصف الطريق بالأربعينات والخمسينات من الذين منحتهم الأحداث والحروب والمواجهات منصات ضوئية يستثمروها على أنفسهم أولا في البناء والتكوين وعلى أنفسهم ثانيا في التهذيب والتطويع والترويض وعلى القضية من أجل أن يكونوا جزءا من رأس مال يوظف في خدمة هذه القضية. هاي قيمة هاي دروس عم نتعلمها من التجربة ومش ضروري يصير في شكل منظم وإطار ومن ريشو خلي المستقلين أبدا هذا كله حكي فارغ ما إله معنى لأنه دور الأفراد الذين يشبهون هؤلاء والذين يتطلع كل فرد منفصل عن إطار منظم لكنه مؤمن بأنه جزء من تيار خادم للقضية الكبرى أنه بيقدر يكون منارة بيقدر يكون إشعاع ضوئي في المحيط وفي البيئة وأبعد مدى منهما لخدمة الفكرة بس بده يتنسك لها بده يعيشها بده ينحل قلبه عليها كل يوم بده ينام وعم بيفكر شو بينعمل شو بيتسوى شو أصدر الأمريكان من غارة البوكمال شو أصدر كذا شو كيف بيتواجه كيف بيرد عليها كيف 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 وعلى السكات بيقدر الواحد يوصل وبيقدر يشرح وبيقدر يقترح قد يؤخذ برأيه قد لا يؤخذ قد يقدر قد لا يقدر مش يخضع خاطره يا خي أنا عامل ومسوي وهذا مش سائلين عني لا جزاء ولا شكورا هذا شرط شرط قرآني أنه عندما تعطي لا تنتظر جزاء ولا شكورا هذا التكوين هذا النوع مين قال أنه ما كان مرات أنيس يزعل أنه عم بيصرخ واحد عم بيرد عليه أو اللواء بهجة يخلع خاطره أنه في وضع معين كارثي يمكن إصلاحه بطريقة معينة وتخيب مساعي أو محاولاته مش معناته يكون هو معه حق بالضرورة لأنه ممكن تكشف لاحق الأحداث بعدين أنه القيادة التي قررت وهذه القيادة في تجارب مناش نضل نحكي ونعيد للي بيقولوا أنه نقول لهم ما كل يوم بتعمل امتحان لقيادتك هذه القيادة التاريخية خلال على الأقل العشرين سنة الأخيرة اللي مرق علينا فيها من حروب ومن مؤامرات ومن حشد مقدرات لإسقاط سوريا لإسقاط المقاومة لإسقاط إيران بيقول أننا خرجنا منها بسلام وبسلامة لأن على رأس تجربتنا قيادة استثنائية خارقة فنحن علينا نوصل مش يؤخذ بما نوصل وهيك كان عقل أنيس وهيك كان عقل لواء بهجر بالتقييم أنا بقول لكم بصراحة أنه هذين الراحلين وهي طبيعة المطلوبة هذا مش أنه اللي بهجة سليمان وأنيس نقاش مش عزمي بشارة ليقول عيطولي مفكر هو بحياته يكفيه لقبه المهني أنه اللواء أو الدكتور وأنيس الأستاذ أنيس نقاش بالأرض. لكن الآن خلينا نقوله بصراحة نحن واجباتنا لما بنقول أنه مفكر نعم مفكر هداك مع عزم بشارة كان يشارط أنه ما بيقبل يطلع بالتلفزيون إذا ما بيخطبوه حضرة المفكر العربي الكبير نحن عم نقول شو هذا هو خلص ما عاد في نقاش الراحلون شهداؤنا قادتنا مثل ما كان يقول السيد عباس ومن ثم سماحة السيد مش قادتنا شهداء فقط يعني السيد عباس الشيخ راغب الحاج عماد
الحاج قاسم، لا، شهداؤنا هم قادتنا. من هو قائدك؟ شهيدي هو قائدي، وأنا أستاذي بهجة سليمان وأستاذي أنيس نقاش، نعم، وبكل شرف وبكل فخر وبكل اعتزاز، لأنه شو هاي المسيرة؟ شو فيها شيء أصلاً نقيصة لحتى يخجلني يقول هذا أستاذي؟ شو في ضعف؟ شو في خلل؟ شو في ثغرة؟ شو في تقصير؟ بنيان كامل، هذا البنيان الكامل، نعم أتشرف بأن يكون أستاذي. بالتالي إذا بدنا نعطي تصنيف وتوصيف حقيقي وفي مكانه، نحن أمام مفكرين كبيرين، أمام قائدين كبيرين، أمام نموذجين فذين لما يمكن للفرد خارج الانتظام المؤسساتي أن يفعله في خدمة القضية وفي دفع المشروع خطوات إلى الأمام. وهي يجب أن تكون محفز، وهذا أنه هو أيقونات، نعم، ليش ما نصنع منهم أيقونات؟ هم أصلاً أيقونات، وحجم التدفق العاطفي الذي أحاط برحيلهما كافي للقول أنهما أيقونات، هذا ما بده جدل، بس هذا بده لازم نزخمه، مش نتركه ينطفئ مع الزمن، بالعكس لازم نرفعهم مشاعل. الأمريكان بيروحوا بيخترعوا شخصيات تافهة، بيصنعوا لها أدوار، وأنا قارئ عن هذه الأشياء، يعني دراسات إنه أنجلينا جولي خليها تروح تتبنى الولد الأسود، خليها كذا، هذا أطفال السرطان، مدري شو، بيرجعوا بعد سنتين بيستعملوها، زارت معسكر للنازحين السوريين وصير تقول الجرائم التي ارتكبها النظام القاتل، وبصير إلى وظيفة. طيب نحن عندنا أيقونات كاملة، تقديمها لأجيالنا لشبابنا، زرع النخوة والهمة والشهامة والإقدام فيهم من وحي هذه التجارب. نحن مش عم نحكي عن اثنين قاعدين بالبيت بس بيكتبوا، وهذا مش معيب للي بيكتبوا قاعدين بالبيت، بالعكس كبار النظري، يعني كبار العباقرة كانوا يكتبون ويقرؤون متنسكين في محراب القراءة والكتابة، وسقراط دفع ثمن أنه يقرأ ويكتب فقط، قالوا له بالآخر تتراجع والله بتاخذ السم، أخذ السم لأنه لا يريد للديمقراطية أن تسقط، لا يريد للنظام، لا يريد للاستقرار، لا يريد للمدينة. طيب فبس عمول ليس تسخيفا من القراءة والكتابة بمعزل عن النضال، بس تعظيما للقراءة والكتابة مشفوعة بالنضال. يعني عندنا هون مواصفات المثقف النوعي، المثقف العضوي، المثقف الكامل، المثقف المشتبك، أي مصطلح بدكم تستعملوا مش مهم، بس هذا المثقف اللي هو شو؟ اللي هو حدا من تفتح عيونه على الحياة، وهو يطرح سؤالا وجوديا حول شو جاي يعمل؟ شو مبرر وجوده في هذه الحياة؟ فلا يكتفي بأن يكون مجرد كائن غرائزي. الكائن الغرائزي مش بس بيأكل وبيشرب، بيأكل وبيشرب وبيحب يتعاظم ويصير له نفوذ ويصير شهوان السلطة ويصير مجمع مال، هذا الكائن الغرائزي، هذا الوحش. بين أن يكون وحشا حتى لو حامل شهادات 20 دكتوراه وماجستير، وبين أن يكون إنسانا ذو بصمة، ما في إنسان بلا بصمة، إذا قرر يكون إنسان يعني ذو بصمة، بيكون بوذي، بيكون مسلم، بيكون مسيحي، بيكون لا ديني، بس بيكون إنسان بلا بصمة، ببصمة. شو يعني إنسان ببصمة؟ يعني يحيا من أجل نصرة حق، من أجل نصرة مظلوم، من أجل جبر خاطر مكسور، مهزوم، محزوم، هو ما بينفصلوا عن بعض. إذا واحد بتشوفه قائد طويل عريض وإنت عن جد متاخد فيه وهذا، وشوي بسلوك بسيط، بسلوك بسيط. أنا أذكر كنت بطهران وعزمني الحاج قاسم على منزله، ونزلنا رحنا بسيارته، وصلنا على الباب وقف قال لي بس عن إذنك دقيقتين، هذا الناطور مرته مريضة بدي فوت بس أطمن عليها ونرجع نطلع بالأسانسير. هو الأشياء الصغيرة الكبيرة، الصغيرة في ذاتها، الكبيرة في موقعها من تظهير الشخصية. أنيس هيك، بهجة هيك، مع حفظ الألقاب، عماد هيك، هؤلاء، هذه القامات الكبيرة هي قماشات إنسانية استثنائية. وهلأ بتسمعوا الإقراب واللي متوسطين البعد
عن كل منهما سيسمع الكثير من الحكايات التي لم يكن يعرفها، انه لواء بهجت كان يسعى لتأمين الأسر الفلانية بإنما تحتاج وما هذا، الأنيس كان يطلع مربح من قضية يكون نادر للطلاب بدهم يتعلموا برا، هي كلها هي القماشة المكتملة لهذه الشخصيات القيادية. هذا النوع من المثقف أنا بتمنى لشبابنا، إنه وبتمنى للذين منحتهم حركة الصراع فرص أن يطلوا ويبرزوا كنجوم، أنه يحطوا قدامهم أهداف بأن يستثمروا على أنفسهم ليكونوا أنيساً آخر وبهجة آخر، لأن القضية تكبر بهؤلاء، المؤسسة فيها إمكانات وفيها مقدرات، وبالتالي تنجز. نعم شو بقى نحن أنه لا اللواء بهجة ولا أنيس الله يرحمهم اثنيناتهم هن اللي بيقدروا يحرروا سوريا وهن اللي بيقدروا يحرروا فلسطين. ستحرر سوريا تضحيات الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، وستحرر فلسطين المقامة بقيادة سماحة السيد حسن نصر الله، بس معركة سوريا التي يقودها الرئيس بشار الأسد تحتاج عشرات مثل بهجة سليمان في ضخ الوعي والقوة والهمة في البنية الشعبية التي تحضن الجيش وتحضن القرار، وحركة المقاومة تحتاج العشرات مثل المرحوم أنيس النقاش الذين يقدمون الفكرة ويسلطون الوعي وينافحون ويدافعون حيث يستدعي الأمر لتحصن وتحمى هذه المقاومة. بالتالي نحن في هذه الملحمة البطولية الكبيرة معنيون بأنه نلتقط الأسماء التي تحتاج الإضاءة وتستحق الإضاءة، ويجبنا أن نضيء عليها، ويجبنا أن نمنحها، وقد رحلت ما عم يعني إحنا ما عم نعمل عم نبيض وجه معهم لحتى يقولوا لنا شكرا، هذا عم نقوله لأنفسنا، لنقول إنه نحن كنا أوفياء، ولنقول للذين يتعلمون ويسمعون وينتبهون ويحبون أن يعرفوا آراءنا ومواقفنا إنه لا انتبهوا انتبهوا توقف وقف عندك وطلع على الظاهرتين ما أنصعهما ما أشرفهما ما أبهاهما، لم يرد أحد منهم ما لنفسه شيئا من هذه الدنيا، همه كان وهو في اللحظات الأخيرة وفي الرمق الأخير. شوفوا ما أجمل عبارته لأنيس النقاش، أنا انتهيت. طيب أنا انتهيت خلاص روح بدي، لا الرواية لم تتم ما تمت، الرواية ما تمت. أنا أول ما نشرت وقيل الرواية ماتت مستحيل هذا أنيس، مستحيل أنا مش أنيس اللي بيكتب هيك، لا وضحت مرته مظبوط قريتها بيني ما تمت، إنه أنا كتبت حصتي أنا خلصت كملوها. وإكمال الرواية شو هو؟ مش بالعبارة الجميلة الممتازة في مكانها سنمضي على خطكما على نهجكما على القضية حتى تنتصر، لا أنا ما بكفي، سنحاول أن ننشئ العشرات الذين يحاولون ملء الفراغ الذي كنت ماتب لأنه هيك بيكون أنه تتم الرواية، يعني فصول جديدة. ولدينا وأنا عم بحكي بعرف عن شو عم بحكي، لدينا في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين وفي الأردن وفي العراق وفي إيران وفي الجزائر وفي مصر وفي تونس وفي المغرب وفي السودان ممن أعلمهم أنا على الأقل بنكون في 4-5 دسينات من الأسماء التي لمعت والتي تستطيع أن تؤهل نفسها لتكون أنيساً آخر أو بهجة آخر. هذا اللي بدي إياه المعركة، وبدون أن ندعو إلى أعمال انتحارية وأعمال خارقة وأعمال مبهرة، لا، الناس اللي صاروا تحت الضوء مرات برواية الواحد بصير تحت الضوء مش ضروري، مرات بقلم مبهر مثل الكاتب العظيم اللي بعده ما حداش بيعرف اسمه نارام سرجون، بصير ظاهرة. هاي الظاهرة ومثلها عم بحكي كتاب روايات كتاب ممثلين مبدعين صاروا أسماء بس مخلصين التزامهم، ما باعوا ما انهانوا ما ذلوا، بقيوا قاعدين بسوريا بالقرش بدل الدولار مع انه مشكل. هذه النماذج أنا أدعوها إلى أن تقتحم الساحة. عندنا شو بتكون أحسن من يكون عندنا جيش مثل الجيش العربي السوري، أحسن من أن يكون عندنا مقاومة مثل مقاومة حزب الله، أحسن من أن يكون عندنا قائد مثل الرئيس بشار الأسد.
احسن من يكون عندنا قائد مثل سماحه السيد. شو متطلباتنا لحتى نهز كتافنا ونرصف كتافنا ونشبك ايدينا كل واحد بميدانه، كل واحد بميدانه يكتب يقرا يناقش يتواضع يتقبل يتعلم. ما حدا مننا يملك الحقيقة المطلقة، وإذا بتجي بتقول له أنه يا فلان رأيك في هذا لم يكن قريبا من اللازم، بركي بتعيد النظر بجن وبيخوت وبصير بده بعد شوي يشايطنك ويعملك عدو فبتصير تقول مش بدي بشغلي. يعني أول الشروط هو هذا، ترويض الذات، التعلم، التواضع. ياما 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 أنيس وبهجة سليمان ومن مثلهما من حتى كبار القادة المؤسساتيين الحاج قاسم الحاج عماد يسمعون ملاحظات ممن هم أدنى وأقل مكانة أو رتبة أو دور أو هذا بإصغاء بنية الاكتساب والتعلم. سماحة السيد وين وين؟ سيادة الرئيس احكي ولا حرج، بيبعثوا وراء آخرين تناهى إلى سمعهما إنه فلان بيفهم بالملف الفلاني، بيعيطوا بيقولوا شرح لي عن هالموضوع أنا معرفتي فيه محدودة. هداك بيجي بيقول لك إنه اكتشفت أنا عم ناقش إنه هريله 10 كتب عن الموضوع بعد شوي بفهم أكثر مني. مش ما بيخجلوا، بيتباهوا بالتعلم، بيطلبوا النقد، بيفرحوا للنقاش. هيك بتنبنى الشخصيات التاريخية، وهيك كان أنيس وهيك كان بهجت الله يرحمهم اثنيناتهم. أنا قصدت من هذه الحلقة أحبائي وأعزائي أن أجعل نقاشاً عاماً حول هاتين الشخصيتين الباهرتين المبهرتين التاريخيتين العظيمتين، وفاءً لهما لصداقتنا ولمحبتنا، ولكن أصلاً وأساساً وقبلاً وأولاً وأخيراً للقضية. من أجل القضية نحن نحتاج إلى عشرات، ومخامة العشرات في منتصف الطريق، يعني اللي أسست مكانة وسمعة واسم القادرة أن تتحول إلى ظواهر بأن تتثقف وأن تبني وأن تقاتل وأن تتجهز وأن تستعد وأن تنظر نفسها للفكرة للقضية، أن تتواضع أن تتخلق، أن يعني تلبس ثوب الأخلاق، موجودين. هذا نداء لهم ونداء للجيل الأبعد، أي للشباب الناضرين، بأن يصنعوا بطولاتهم من منصاتهم التي هم فيها، ليكون لهم الأمل ولنا بهم الأمل بأن يلعبوا هذه الأدوار في بناء الذات وتكوين المقدرات حتى يصبحوا هم فرسان المرحلة القادمة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة أحبائي وأعزائي، لن أغيب عنكم طويلا. طبعا خلال يومين بدنا نوقف نحلل اللي عم بصير بين السعودية وخاشقجي وبين سوريا والبوكمال، مستقبل الذي يجري على المسار النووي الإيراني. لكن نحن قدمنا قراءة، إذا بترجعوا للحلقات السابقة، الذي يجري الآن في سوريا هو مصداق للذي قلناه حول كيف سيتصرف بايدن والضوابط وفشله في فرض هذه الضوابط والخطوط الحمر. باليمن نفس الأمر، بإيران والملف النووي هذا المخاض المتشابك المعقد بالموضوع السعودي. وبالتالي سيكون لنا محطات. أردت الآن أن أكرس هذه الحلقة الطويلة والاستثنائية لهاتين القامتين مع كل الحب والوفاء والتقدير والعرفان، رحمة لهما، دعاء لهما، الأمل بأن يكون مثواهما الجنة مع الشهداء. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. صباح القدس ومساء القدس وسلام القدس لهما ولكم وعليكم، وإلى اللقاء.